وصلنا مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وكالعادة هنبدأ فقرتنا بأول تقرير خير ونبدأ كلامنا بعد كده مع الشيخ أحمد الملكي. عايز أفكركم أنه أرقام تليفون مؤسسة فذكر هي اللي موجودة على الشاشة طول الفقرة، اللي يحب أنه هو يتواصل مع المؤسسة بخصوص مشروعات الخير أو الحالات اللي بنعرضها. اللي شايلهم وشايله 10 بنات، 10 بنات، 6 مني واربعه من واحده تانيه ماتت الله يرحمها ويسامح. احنا ماشيين تحت ايد ربنا بس عشان ربنا حتى ينور لنا بس دي اللي شوف بها الطريق، اللي شوف بها الطريق. اوقات كتير لما بنتسال عن حالنا بنقول تعبان، قرفان، مكتئب، الدنيا جايه عليا، لكن أوقات كتير ما بنقدرش نقول الحمد لله وتبقى طالعة من قلبنا. النهاردة احنا معانا نموذج في الرضا عن ربنا وعن أقدار ربنا عز وجل. تعالوا نشوف الحاجة نعيمة. يمكن واحنا ماشيين وبنشوف البيوت وحالها كده، يعني البيوت فعلا في بيوت بسيطة كتير، لكن ما فيش أبسط من البيت ده، بيت الحاجة نعيمة، يعني ولا سقف ولا حتى باب للبيت. ازيك يا حاجه نعيمه؟ الله يسلمك يا ابني. الله اخبار صحتك ايه؟ الله يبارك فيك يا ابني، الحمد لله. انت عايشه هنا انت ومين؟ ايوه عايشه انا ومرات ابني هنا. انت ومرات ابنك؟ ايوه. ومعاكي كم ولد ولا بنت؟ معيش، انا معايا 6 بنات وجوز صبيان. الاربع الست بنات مجوزاهم وجوز صبيان، واحد قاعد في بيته والتاني قاعد معايا بيجرى علينا. وانت زوجك فين يا حاجه؟ ميت والله، متوفي بقاله 20 سنه. وانت اللي شايله البيت ده؟ اللي شايلهم وشايله 10 بنات، 6 مني واربعة من واحدة تانية ماتت الله يرحمها ويسامح، وانا اللي شايلة 10 بنات. يعني شلتي حتى بنات؟ ايوه اشيله، ايوه اشيلهم على راسي. بنات جوزك مش أيوة بناتك؟ ايوه اشيلهم على راسي، ده بناتي مش بنات جوزي، ده بنات ابوهم اشيلهم على راسي. طيب انا عاجبني المعنى قوي اللي الحاجة بتعمله، ربنا يديها الصحة ويبارك فيها، فكرة ان حتى بنات جوزها هي اللي شايلاهم وتقول انا اللي اشيلهم. طيب احنا بقى واجبنا نشيلك يا حاجه. انا شايف كمان حتى البيت ملوش باب يا حاجه. الحمد لله والله نطرت، قعدنا وربنا قدرنا وقمنا والحمد لله وعايشين زي الخل. يعني لما بتمطر بتفضلوا قاعدين مكانكم والمطر نازل؟ طب احنا بتمطر وهنروح فين؟ والله يا ابني هم اولاد الحلال، الشيخ عبد الله عمل لي جزء اوض حتى ما عملليش الحمام، والله الحمام رايد عريان. حمام مكشوف من فوق؟ ايوه حتى له بوص. انا شفت من شويه كده يعني معيز كانوا ماشيين، فالحاجه نعيمه قلت لها هم ليه جايين عايزين يدخلوا هنا؟ ميه يا حاج. هي بتحط لهم ميه هنا؟ ايوه حط لهم. معيز بتاعت الناس التانيه بييجوا. أيوة. تحط لهم ميه عشان يشربوا. أيوة من عندها، رغم ان البيت ما فيهوش ميه. احنا ماشيين تحت ايد ربنا بس، وماشيين تحت ايد ربنا سلام عشان ربنا حتى ينور لنا بس دي اللي شوف بها الطريق. عايزين بس النور والحال المستور من عندك يا رب. ربنا يبارك فيك يا حاجه ويديك الصحه ويعني يبارك في عمرك. قد ايه يا ست حنينه وطيبه وصبوره وحموله، ما شاء الله مستحمله كتير وشايله كتير وواخده كل ده بكل بسمه وبكل رضا. وانا واثق ان شاء الله ان زي ما هي كده جدعه وصبوره وحموله ومساعده لكل الناس اللي حواليها، ان شاء الله ربنا يجعلنا كلنا سبب ونقدر نساعدها ونسعدها ان شاء الله. تواصلوا باذن الله مع مؤسسه فذكر، وباذن الله مع بعض نقدر نسعد ونساعد الحاجة نعيمة. شفنا طبعا التقرير. بفكركم مرة تانية مشاهدينا ان ارقام التليفون اللي هتنزل على الشاشة طول فقرة الخير دي ارقام تليفون مؤسسة فذكر، عشان اللي عايز يتواصل معاهم يطلع من الزكاة، من الصدقة، من الصدقة الجارية، يساعد حالة بعينها من الحالات اللي احنا بنعرضها في البرنامج. دي مش ارقام تليفون البرنامج، دي ارقام تليفون التواصل مع مؤسسة فذكر. احنا يا شيخ احمد شفنا طبعا التقرير، وفي حلقتنا النهاردة كلها من اولها بنتكلم عن الخير وفعل الخير، وان احنا لازم نعلم ولادنا ازاي ان هم يعملوا خير، وان هو ده اللي بينجينا من حاجات كتير جدا. هو لا شك ان احنا لما نشوف مثلا احنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني افضل الهدي هدي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اصدق الحديث هو كلام الله. يعني هو لما نيجي نقرا القران يا استاذ دعاء ونيجي نقرا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ما فيش بعد القران والسنه شيء بقى. يعني اذا كان ربنا وعد من تصدق بشيء وعده الله عز وجل أن يعني يضاعفه أضعافا كثيرة، وده وربنا قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، صح؟
أنا بعد كده أنا منتظر إيه؟ يعني هو أنا بعد كلام ربنا أنا منتظر إيه؟ طب بعد كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربي الصدقة لك، ويبدأ يربيها كده لغاية لما تفرح بيها يوم القيامة، فهتلاقيها الثواب بتاعها أتقل في الميزان من جبل أحد. يعني أنت متخيلة الواحد في عرض حسنة، الواحد ممكن يبدأ ويصلي ويصوم ويزكي ويروح يعمل كل ده ليه؟ أصلا أنا محتاج أنا أسابق الزمن، أنا أسابق الأعمار، أصل في النهاية الأعمار بتنتهي، وفي الآخر هيجوا في يوم القيامة يروح ربنا سبحانه وتعالى. عارفة يعني العياذ بالله كتير من الناس مش فاهمة المسألة دي. لما نيجي نقرأ مثلا في سورة فاطر، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، وبعدين يجي في النهاية بعد كده بقى يقول على الجماعة اللي هم ظلموا أنفسهم وكفروا بالله عز وجل أو لم يقدموا عملا صالحا، يقول لما يدخلوا جهنم والعياذ بالله وهم يصطرخون فيها، بيصوتوا فين؟ في جهنم يصطرخون. طب هم طلبهم الوحيد ايه من ربنا؟ ربنا اخرجنا، اي من جهنم. نسال الله العفو والعافيه يا رب. نسال الله ان يرزقنا الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب اليها من قول وعمل. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا ايه؟ كنا نعمل. انت متخيله ده الطلب الوحيد؟ يا رب ممكن تخرجنا بس ان شاء الله يكون ساعه حتى هنعمل شوية صالحات كده خلاص. الراجل التاني يجي يقول لك ايه؟ فأصدق وأكن إيه؟ وأكن من الصالحين. يعني هو لقى دي، اشمعنى الصدقة؟ أصل الصدقة أخوانا ثوابها عظيم جدا جدا جدا. لما العبد يشوف الناس بتاع ايه ده، هم دول ليه كده متضلل عليهم بالطريقة دي؟ أصل دول والله كانوا هم هؤلاء الذين تصدقوا في الدنيا، دول اللي فعلوا الخير. طب والناس التانية اللي هو لا ده هؤلاء منعوا الخير، فهؤلاء في جهنم والعياذ بالله. أو الذين يعني شوف ربنا يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا إيه؟ يحض. عارف قال ولا يحض عليه؟ مالشي بس على فعل الخير، ولكن قال إيه؟ على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فدي إشكالية كبيرة جدا، إن كتير من الناس ممكن تقرأ القرآن ولا تتدبر كلام الله عز وجل. طب أنا محتاج إيه بعد كده؟ يعني أنا لما وهم يصطرخون فيها كل مطلبهم الوحيد ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فربنا يقول لهم طب مش أنت عشت؟ ما عملت إيه في حياتك؟ عملت إيه في عمرك اللي أنا اديته لك ده؟ كم معاك الفلوس وكم معاك الجاه وكم معاك المال وكم معاك العلم وكم معاك الوقت وكم معاك الصحة؟ فماذا فعلت؟ وادناك العمر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. طب أعمل إيه؟ فسيدنا النبي يدلك على الحديث كما عند الترمذي وعند غيره، فيقول لك والله ولو بشق تمر، بس المهم يكون من كسب إيه؟ من كسب الطيب، لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبة. فواحد يقول لي طب أنا الحمد لله ده أنا معيش، بس يا مولانا ده أنا معيش إلا فلوس وعرفت إنها حرام، أعمل فيها إيه؟ وأنت بتقول لي الله لا يقول له تخلص منها. يعني ربنا مش هيكتب لك ثواب الصدقه، يعني طلعها صدقه بس مش هتاخد الثواب، بس أيوة. على الاقل تبعد عنك السيئات، ابعد. ولذلك واحد قابل ابو حنيفه، ابو حنيفه شاف واحد كده واحد بيسرق تفاحه، وبعد ما سرق التفاحه لا راجل فقير راح ايه متصدق بالتفاحه. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له تعالى بس انت ايه اللي انت عملته ده؟ قال له انا سرقت التفاحه اتكتبت عليا سيئه. قال له حلو، عملت ايه بقى التاني كده؟ رحت تصدقت بيها ايه؟ قال له فربنا كتب لي كام حسنة؟ 10. فشيل يا عم حسنة قصاد سيئة يتفضل لي كام؟ 9. 9 حسنات. غلط طبعا. قال أبو حنيفة رضي الله عنه يعني سرقتها كتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم يقبلها الله، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا إيه؟ طيب. إلا طيب. نشوف كمان تقرير خير ومؤسسة فذكر ونرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا عايز أسألكوا سؤال، أي حد ابنه بيعيا بيعمل إيه؟ أكيد بيوديه للدكتور. طيب لو في ناس ما عندهاش إمكانية إن هي تدفع كشف الدكتور تعمل إيه؟ هنا في القرية
هم بيستنوا لما بيبقى فيه قافلة طبية عشان يقدروا ان هم ييجوا يعالجوا أولادهم، سواء يكشفوا او ياخدوا علاج او يعملوا لهم عمليات مجانا. احنا في قافلة من قوافل طبية لمؤسسة فذكر موجودين هنا، وفي كذا تخصص، طب اطفال، جراحة اطفال، صدرية، عيون، مخ واعصاب، كل الدكاترة دول موجودين للكشف بالمجان، وفي نفس الوقت إن شاء الله يعملوا للأطفال اللي محتاجين العمليات بالمجان تبع القافلة الطبية لمؤسسة فذكر. ربنا يكرمهم ويقدر كل حد يقدر إن هو يساعد في علاج الأطفال اللي فعلا محتاجين. موجودين النهاردة في محافظة المنوفية في قرية تبع مركز أشمون. احنا موجودين في المركز الطبي لمؤسسة فذكر، ومعانا دكتور أحمد الشامي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة تعالى، نورتينا. ربنا يكرمك. الله يسلمك. احنا طبعا من ساعة ما جينا شايفين أهالي وأطفال وكبار وصغيرين وحبايبي مرضى كتير، ربنا يشفيهم جميعا ويعافينا يا رب. فربنا يكرمكم جد على المجهود. يعني انا بحب اجي واشوف بنفسي، فشايفه يعني بصراحه المجهود والناس الالافات الموجوده دي. بس عايزين نوضح بقى الصوره للمشاهدين ونشرح لهم ايه القافله الطبيه دي، عباره عن ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله دي قافله طبيه عاملاها مؤسسه فذكر، انا واحد من ضمن الفريق الطبي اللي موجودين النهارده. انا استاذ جراحه اطفال، عاملين مبادره علاج التشوهات الخلقيه بالمجان، كشف وعمليات. حضرتك زي ما حضرتك بتشوفي معانا الحالات، حالات كبيره، حالات معقده جدا، حالات كان المفروض تتاخد فيها قرار وهم لسه صغيرين، ما بين كانت الوحمه الدمويه، ما بين صمام خلفي للمثانه البوليه، ما بين ضيق في فتحه المخرج البول وارتجاع على الكليتين، حالات كتيره جدا للاسف معقده وكان يجب التدخل فيها بشكل مبكر. يعني عندنا بعض الزملاء حضرتك هتقابلهم النهارده موجودين، عندنا حمله او مبادره علاج الحالات الرمد، عيون، عندنا اساتذه عيون موجودين تحت في الدور اللي تحتينا وهيعملوا عمليات، وعندنا حالات الميه البيضاء، ايا كان عدد الحالات بتتعمل بالمجان كشف وعمليات. عندنا برضو زي هنا برضو الاطفال اللي احنا شفناهم بيكشفوا هيعملوا العمليات بالمجان. بالمجان بالظبط. وعندنا برضو جراحة مخ وأعصاب عمود فقري، برضو كشف وعمليات بالمجان. وعندنا الأستاذ الصدر في الطب المنوفية موجود تحت شغال حالات برضو الكشوفات، ولو احتاج تدخل، لو محتاج أشعات معينة على الصدر، محتاج أشعات على القلب، الكلام ده برضو بيتم التعامل معهم بالمجان من خلال المؤسسة. ربنا يكرمكم بجد. احنا شفنا بنفسنا وشفنا الحالات قد ايه ومحتاجين فعلا يعني. واحنا عارفين ان المركز الطبي كمان، حابين برضو نقول للمشاهدين كل حد يقدر يساعد في حاجة زي كده، انه المركز هنا موجود بس للكشف، لكن ما فيهوش بقى عمليات. اهمتكم معانا بقى. احنا ده اللي احنا طالبينه من حضرتك، ان احنا بنجهز المكان كمركز طبي، غرفة عمليات كمستشفى. حضرتك محتاجين غرفة عمليات ضروري جدا. هنا الأماكن اللي فيها غرف عمليات أو المستشفيات، هنا أشمون جنبنا مستشفى جراحات اليوم الواحد مثلا حوالي 25 دقيقة إلى 30 دقيقة، نص ساعة ما بيننا وبين المستشفى ده على الطريق العام. أيوه. حضرتك بقى لو الطريق فيه مشاكل وده طبيعي، أو ما فيه مواصلة أو ما فيش مواصلات، فبتبقى ساعات النص ساعة ده يفرق كتير جدا. طبعا طفل محتاج حضانة، ست لا قدر الله أزمة قلب، أزمة مخ وأعصاب، جلطة، الكلام ده محتاجين تدخل سريع جدا، سواء كان بالعلاج أو تدخل جراحي. فاحنا إن شاء الله هنا طالبين حضراتكم يا ريت تساعدونا إن احنا نعمل غرفة عمليات، نعمل حضانات المنطقة بالكامل، حوالي يمكن مش أقل من 15 قرية حوالينا ما عندناش حضانات. ان شاء الله المكان موجود والمكان واسع طبيا يشيل ان احنا نعمل حضانات، غرفه عمليات مجهزه، غرفه رعايه للحالات الحرجه دي. فاهمتكم معانا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم ويقدر كل الناس على عمل الخير وعمل يعني في مكانه زي هنا بصراحه. ربنا يكرمكم. شكرا يا دكتور. ربنا يخليك. تحت امرك، شرفتينا.
شفنا طبعا التقرير. عايزه اقول لكم انه انا ببقى قاعده في الاستوديو بشوف التقارير زيكم، بنتاثر بالحالات وبنقول دي الحاله بتتكلم على نفسها، لكن ده حاجه، والواحد لما بينزل ويشوف بنفسه حاجه تانية خالص. انتوا عارفين طبعا احب انزل واشوف بنفسي واطمن. الحقيقه يعني كان يوم صعب، القافله الطبيه دي كان يوم صعب، لان كل الناس اللي جايين ومعاهم اطفال علشان يكشفوا عليهم في التخصصات المختلفه كانوا عاملين الجراحه، العمليات دي صعبه جدا، فيها قصص غريبه بقيت، والدكتور بيكشف وبيقول لهم الحاله ببقى مش عايزه اسمع. لا صعبه 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 صعبه، حالات صعبه صعبه، يعني ربنا يشفي كل مريض ويعافينا. وفي كان في بقى برضو بيكشفوا على اطفال الصدر، وكان في اربع تخصصات الحقيقه موجودين بيكشفوا على الاطفال والعمليات. كل القافله دي طبعا كانت مجانا، الكشف مجانا، والمفروض بعد كده اللي هيحتاجوا عمليات يبقى مجانا. بس لكن طبعا المكان محتاج ان هو يجهز، يعني اذا ما سمعنا المكان نفسه متقسم كانه عيادات، لكن هو مستوصف يعني كانه مستوصف مثلا مستوصف خيري يعني، ومحتاج بقى اوضه عمليات، اوضه عنايه، اوضه يكون فيها حضانات. عندهم طبعا نقص في كل حاجه في المكان ده. انت تعرفي ان الاسلام اولى بجد. اولى علاج المريض اهتماما جدا، يعني اولى ده بس خلينا يعني نركز في الحته دي شويه، ان كان الامام الشافعي عليه رحمه الله يجعل العلم المساوي للعلم الشرعي، تعلم العلم هو علم الطب. ليه العلم الطبي يساوي العلم الشرعي؟ فقالوا والله اصل العلم الشرعي ده بيخلي الناس كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى، وازاي يصلوا صح ويصوموا صح الى اخره. طب وعلم الطب هو اللي بيبدا يصحح الاجساد، لما الجسد يبقى مريض فازاي اعالجه عشان يقدر يقيم العباده، ها يعني يصلي صح يصوم صح وهكذا. اللي ربنا قال لنا في القران الكريم في سوره المائده، الناس اللي بتساهم او تتبرع سواء بوقت أو علم أو جهد أو مال أو أي شيء في معالجة إنسان مريض، وبالتالي فكان سبب في نجاة هذا المريض، هو مش بيقول له أنت بتاخد حسنات بس يعني قد كده، لا ده ربنا أطلق فقال إيه، ومن أحياها فكأنما أحيا مين؟ الناس جميعا، مش واحد بس أو اتنين أو تلاتة. طب الناس ده عددهم قد إيه يا أستاذة دعاء؟ مليارات، صح كده؟ إحنا دخلنا بتاع 8 مليار دلوقتي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فتخيلي مقدار الثواب الذي يدخل في ميزان هذا الإنسان اللي طب أحياها بإيه؟ ما احنا قلنا هو بقى هم محتاجين دلوقتي غرفة مثلا عمليات، هم محتاجين والله حضانات للأطفال، هم محتاجين تجهيز، المستشفى محتاجة تجهيز، ومحتاجين فلوس للعمليات. أيوة، فكل إنسان يتصدق بالنية دي فكأنما أحيا إيه؟ الناس جميعا. ربنا يقدر كل الناس ويشفي كل مريض يا رب. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. ونطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. عندها 30 سنة ومن ساعة ما اتولدت وهي عندها ضمور في المخ ورقدة كده، أنا اللي بوكلها وأنا اللي بشربها وأنا اللي بلبسها الكرلس. معايا بنت اسمها مريم دي عايزة تتجهز، ما معيش فلوس أجهزها، كل ما يجي لها عريس يمشي عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز، وربنا يتولاها. أحسن كما أحسن الله إليك، مبدأ مهم في سورة القصص ربنا عز وجل بيأكده لنا علشان نتعلم إزاي نتعامل في الحياة. هل إحنا فعلا بنحسن زي ما ربنا عز وجل أحسن إلينا، خلقنا وصورنا في أحسن صورة؟ محتاجين كلنا نراجع المبدأ ده ونتعامل بمبدأ الإحسان. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ مشوار خير جديد، تعالوا نبدأه النهاردة مع مؤسسة فذاكر. الحقيقة قبل ما نيجي سمعنا عن الحاجة أم إسلام وعن ظروفها وعن أحوالها يعني، ولكن أول ما دخلنا الحقيقة اتفاجئت بصعوبة الظروف دي وقسوتها وقد إيه هي في ابتلاء وفي محنة جديدة، لكن إن شاء الله هي قدها وقدود زي ما بنقول كده. زي كم أم إسلام؟ الله يسلمك. زي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي.
كلمينا بقى كده عن أحوال حضرتك، عن إسلام وياسمين. والله النهار جوزي متوفى من 5 سنين وأنا عيالي تعبانة وبعالجهم ومعيش فلوس عالجهم وحالتي صعبة. إسلام عنده إيه الأول؟ عنده السكر، عنده السكر بقاله جي 7 سنين ولا 8 سنين، على طول كل 3 أيام السكر يعلى عليه. احكي لنا عن ياسمين حالتها ايه؟ انت بتقولي من ساعة ما اتولدت. هي من ساعة ما اتولدت عندها 30 سنة، ومن ساعة ما اتولدت وهي عندها ضمور في المخ ورقدة كده. انا اللي بوكلها وانا اللي بشربها وانا اللي بلبسها الكدلس. ربنا اللي يعلم انا بمر بظروف عاملة ايه. والحمد لله والحمد لله الحمد لله. معايا بنت اسمها مريم، دي عايزة تتجهز، ما معيش فلوس اجهزها. كل ما يجي لها عريس يمشي عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز، عشان هي يتيمة ومعهاش جهاز. حالة يعني مش محتاجة وصف ومش محتاجة كلام، لكن محتاجة كل واحد يسأل نفسه سؤال. أنا مش عليا واجب تجاه حالة زي دي أو تجاه ناس زي دول. إن شاء الله أنا واثق إن ناس كتير مننا لما هتشوف ده أكيد هتتحرك. إحنا قمنا بواجبنا في مؤسسة فذكر، نقلنا لحضراتكم الصورة، والباقي على حضراتكم إن شاء الله من بعد ربنا عز وجل. شفنا طبعا التقرير، والله يكون في عون الام دي، الله يكون في عونها وفي عون بناتها، وربنا يقويهم ويصبرهم ويقدرنا ان احنا نقدر نمدلهم كده طوق النجاه وايد العون، عشان يعني نفرح الام الغلبانه دي اللي عايشه طول عمرها بتخدم في بنتها المريضه، ودلوقتي شايله هم البنت الثانيه اللي مش عارفه تجهزها. ده غير طبعا زي ما شفنا البيت اللي هم عايشين فيه محتاج كذا حاجه. شوف يا استاذه دعاء، احنا لما نيجي ننظر الى القران الكريم، لما واحد يجي مثلا، اضرب مثال، واحد بياخد من واحد قرض، فبيقول له يا اخي هو انت جالك قلب اللي انت تديله 2000 10000 20000؟ فيقول ايه؟ يقول لا، انا اقرضت مليئا، يعني انا اديت لواحد ما شاء الله يعني هيرد لي. يعني الراجل ده انا ضمنه، يعني ضمنه، ده انا جربته في حاجات كتير وعمره ما خلف معايا يعني. فلا لا، انا بص ما تلعبش في دماغي، انا راجل زي الفل ما شاء الله وانا ضمنه، صح؟ ولله المثل الاعلى. من الذي طلب القرض؟ احنا بنتعامل مش مع بشر، احنا نتعامل مع رب كريم. فربنا يقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا ايه؟ حسن فيضاعفه له. انت ضامن البشر ومش ضامن رب البشر. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده ربنا اللي قال، ده ربنا قال لنا زي في سورة سبأ، ربنا قال لنا في سورة البقرة مثلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ففي النهاية يا أستاذ دعاء، سيدنا النبي رح يقول لنا كده، قال ما فيش يوم إلا وينزلان ملكان يقولان اللهم أعطي كل منفق إيه؟ خالفا وأعطي كل ممسك تلفا. اللهم عافينا يا رب. ربنا يرزقنا جميعا بالحلال ويقدرنا على عمل الخير. بشكرك شيخ أحمد في بداية الحلقة، بشكركم مشاهدينا، وأسيبكم آخر تقرير خير في حلقتنا النهاردة مع مؤسسة فذكر. والله ما بيتشغبله 3 سنين ما بيدخلش قرش، تعبانين تعبانين. في وسط زحمة ومشاغل الحياة الدنيا بتاخدنا، فنبتدي نحسبها دنيا بس. وربنا عز وجل حذرنا من ده في القرآن الكريم وقال لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإنسان اللي يتغر بدنيته وينسى آخرته فايته كتير قوي. محتاجين نفوق من تاني ونحسبها دنيا وآخرة، ونقدم أعمال خير كتير لآخرتنا. مشوار خير جديد مع مؤسسة فذكر، توكلنا على الله. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ لا والله الحمد لله. قولي لي انت عندك كام ولد وكام بنت؟ عندي 6. 6؟ 3 بنات وثلاث صبيان. 3 ولاد وثلاث بنات. طب والحاج محمد ماله؟ تعبان ماله؟ تعبان بضي مخه اعصاب. مخه اعصاب.
طب بيشتغل بقى ولا طبعا مش قادر يشتغل؟ والله ما بيتشغله 3 سنين ما بيدخلش قرش. اه وانا اللي بجري. بتشتغلي يعني؟ بتحاولي تشتغلي ولا بتعملي انا إيه؟ بعمل اي حاجه. انتوا عايشين هنا انت وهو والاولاد؟ ايوه كلهم في ربع ايرات. طيب احكي لي كده يومكم بيعدي ازاي؟ امور بيتكم ماشيه ازاي؟ المصاريف الكلام ده كله؟ والله اهل الخير بردك بقى في معانا بس ما فيش عليها ديون كتيره وما فيش. طب واموركم المعيشيه كاكل كشرب كعلاج كلبس؟ والله العظيم تعبانين. العلاج مش عارفه اجيبه بقالي كام بقالي اسبوع. طب بيحتاج علاج تقريبا بكام كل شهر؟ على حسب مش عارفه ممكن 700 في 300 على حسب ما الدكتور ما هو بيكتب. انا اولا عايز اشكرك ان انت ما شاء الله يعني ست مصريه اصيله يعني في الظروف دي واقفه وبتسند جوزها وبتسند اولادها وبيتها، وكل ثقة برضو إن شاء الله بإذن الله كلنا مع بعض نقدر نقف جنبها ونسعدها ونساعدها ونشوف هي محتاجة إيه. يمكن تكون الحاجات يعني مش صعبة قوي، إن شاء الله تكون بسيطة علينا كلنا، ونتعاون مع بعض مع مؤسسة فذكر. إحنا وصلنا حضراتكم بالحالة والباقي إن شاء الله على حضراتكم، وبإذن الله الخير موجود وكلنا إن شاء الله مع بعض هنقدر نساعد ومش هنسيب حد محتاج.